طيب هنا بيقول لك بقى ايه؟ ان الاكسنتريستي طلع ان ليها لازمه صح؟ بس انا بقى ايه؟ انا عاوز الاكسنتريستي تبقى موجوده في المكان اللي انا محتاجه والمكان اللي انا مش محتاجه ما تبقاش موجوده. يعني هو لما نقل الكابل باكسنتريستي ثابته من الاول للاخر خلاص؟ هو استفاد في الميد سبان مش كده؟ بس جه في الاند سبان ما استفادش. ليه؟ عنده عزوم بصفر في الاند سبان وجاي له عزوم من البريستريسي. انت واخد بالك؟ فدي هيعوز يحط لها حديد، هو مش عاوز يعمل كده. خلاص؟ هو عاوز المومنت المتولد نتيجه البريستريسي يبقى متولد عند القطاع اللي انا محتاجه. القطاع اللي انا مش محتاجه ما ولدش عنده عزوم، وده اتفقنا هنعمله من زمان عن طريق ايه؟ ان احنا نغير البروفايل بتاع الايه؟ بتاع الكابل. فخلاص خلينا ننتقل من القصه دي ونبص بقى على نبص على الاشكال بتاعه الايه بتاعه البروفايل. في البري تنشن وفي البوست تنشن. زي ما اتفقنا انا في البري تنشن من الصعب ان انا اخد شكل، مش من المستحيل ان انا اخد شكل اللي هو البارابولا ده، ما اعرفش اعمله، لكن ممكن اعمل اللي هو الايه الستريت ده، او اعمل الدريب اللي هو بالشكل دوت كده ستريت في ستريت في ستريت. خلاص هو مش احسن حاجه، ولكن هو ده المتاح في الايه في الفري تنشن. اما البوست تنشن اي شكل عايز اعمله هقدر اعمله زي شكل الايه زي شكل البيندنج مومنت. هنا بقى احنا عايزين نشغل دماغنا شويه ونبص على كاميرا فيها ايه ونبص على كاميرا فيها كانتليفر بالشكل ده كده. هنبص نلاقي ان المساله اتعقدت شويه، بدل ما بقى عندي كريتيكال سيكشن واحد انا عندي هنا ايه اثنين كريتيكال سيكشن، واحد نيجاتيف وواحد ايه وواحد بوزيتيف. عاوز اوظف فكره البري ستريسنج في كاميرا زي كده بشكل يخليني اقدر اعملها عمليا في الطبيعه. ماشي؟ طيب. انا هنا ده شكل المومنت اللي انا عاوزه يتولد. خلاص؟ نتيجه الايه؟ البري ستريسنج، صح؟ يعني انا المومنت اللي جاي من الجرافيتي بالشكل ده كده، المومنت اللي انا عاوزه يتولد من البري ستريسنج عاوزه يبقى ايه؟ عاوزه يبقى بهذا الشكل. ازاي اقدر اعمل الكلام دوت؟ قال لك واحد ممكن يجي هنا اهو يمشي الكابل بالشكل ده كده. لو هو مشى الكابل بالشكل ده كده هتبص تلاقي ايه؟ الكابل ده مفيد فين؟ مفيد عند القطاع ده صح؟ لكن هنا عند الركيزه هيعمل ايه؟ ده هيزود لك العزوم اللي جاي عند النيجاتيف اصلا صح؟ ان الكابل بالشكل ده الاكسنتريستي هنا صح؟ بي في ايه بالشكل ده كده هيدي لك كومبريشن تحت وهيدي لك ايه؟ تنشن فوق. طب ما انت اصلا عندك تنشن فوق يبقى انت ما عملتش حاجه. خلاص؟ طيب واحد قال لك لا، طيب لو انا عكست الكابل وخليته ايه؟ الاوبشن الثاني بالشكل ده ان انا همشي الكابل فوق عملت نفس المشكلة، مفيد في السكشن ده بس في السكشن دوت ايه؟ مش مفيد، خلاص؟ هنوصل للكونكلوجن اللي احنا وصلنا لها. قال لك طب حط كابل من هنا لهنا وحط كابل من هنا لهنا كأنك بتحط ايه؟ حديد تسليح، ده عمليا ما ينفعش تعمله. ما ينفعش تشد، خلاص؟ طيب الحل ايه؟ قال لك الحل بقى علشان ننجز تاخد البروفايل بالشكل ده كده، اني عندي الاماكن اللي فيها زيرو مومنت الكابل يبقى زيرو اكسنتريستي. في الطرف ده زيرو اكسنتريستي، في الطرف ده زيرو اكسنتريستي. عند الكابل اللي فيه بوزيتيف مومنت يبقى انا عندي بوزيتيف اكسنتريستي، عند الكابل اللي فيه نيجاتيف مومنت يبقى انا عندي هنا ايه؟ نيجاتيف اكسنتريستي. يبقى ده لو انا رسمت على الكاميرا اللي قدامنا دي السي جي بتاعي بتاع الكاميرا خلاص؟ هبص الاقي ان هي دي اي واحد، هبص الاقي ان هنا انا عندي ايه؟ اي 2. خلاص لما اضرب القوه في اي 1 هتديني عزوم اتجاهها يعاكس عزوم المتولده من الجرافيتي لود، ولما اضرب القوه في اي 2 هيديني عزوم بتعاكس العزوم اللي جايه من الايه؟ من النيجاتيف مومنت. واضح الكلام؟ هي دي الفكره، ان احنا بنمشي بقى الكابل على شكل البيننج مومنت. خلاص بص تلاقي ان التندر عندنا هنا ماشي بالبروفايل، لما تشوفه تقول اه ده نفس شكل الايه؟ البيننج مومنت اللي احنا عاوزين نعمله علشان يمشي معانا ويكون معانا موست افكتيف او احسن ما يكون فعاليه بهذا الشكل. طيب
اللي فات ده كده فيه اي اسئله؟ فيه. احنا كده عرفنا الفرق بين البري تنشن وبين البوست تنشن، عرفنا الفرق ما بين سلوك الكاميرات البري ستريست والكاميرات التقليديه، عرفنا يعني ايه اكتف رينفورسمنت وباسيف رينفورسمنت. هنا بقى الحديد بتاعنا بتاع البري ستريسنج هو حديد ايه؟ اكتف زي ما قلنا. ليه؟ ماشي. طيب عرفنا السيستمز في بوندد وفي ايه وفي ان بوندد، عرفنا في نظامين بري تنشن وايه وبوست تنشن، مميزات وعيوب كل واحد احنا قلناها. يعني لو قلنا مميزات البري تنشن ايه، خلينا نقول عيوب البري تنشن ايه، ان هو بيحتاج ان انا اعمله في مكان وبعدين اقفل خلاص، ما بقدرش اقدرش اشكل البروفايل خلاص. مميزات البوست تنشن بقى ان انا اقدر اشكل البروفايل واصبه في الايه، واصبه في الموقع وباخد اي شكل، يعني الدريب عندي ياخد اي شكل انا عايزه، اشكل البروفايل بتاعي زي ما انا عاوز علشان يحقق لي الاسلوب اللي انا عاوزها في السكشن اللي ايه، في السكشن اللي انا عاوزه.